normal şey. Ne yapalım Ezber bu? Bizdeki mesele çizdire. نائب رئيس احباء النادي النادي الافريقي او رابطه احباء النادي الافريقي، لو كان تعلق على اللي صار اليوم، الجمهور طالب باقاله يعني عبد السلام اليونسي او باستقاله عبد السلام اليونسي، شفنا انت كنت حاضر تقريبا، حاضر حاضر، شنو صار وكيفاش تعلق عليه؟ خلينا نحكيو ساعه المسيره اللي كانت من الاول سلميه وناس الطالب مطالب عاديه والتواجد كان يزيد الكثره بشويه بشويه، حضور محترم ومحترم جدا، مطالب شرعيه ومشروعه الناس الكل طالبت بها وزي كل الناس تعرفوا، الديراباج الكبير اللي صار في النادي الافريقي، الثيه الخايبه اللي ماشيين فيها، الضبابيه ما عادش نعرفوا وين ماشيين، سوء التصرف، سوء الاستغلال، ما راعنا الا رده فعل نتاع الامن ما كانتش في مستوى اللي موجود، فما حتى شيء يخلي انه رده الفعل هذه كانت بالعكس محترمه جدا، الناس رافعين شعارات ودي بوندرول بوجوه مكشوفه مش مخبين رواحهم، ماهيش هذيا ناس مش معروفه، ناس معروفه جايه بصفتها وجايه باساميها وجايه بوجهها مكشوف، ما عندها ما تخبي، الطالب ما ظهر لي كان لهنا توا نحن في 2021 مازلنا نقمعوا في الناس باش الطالب بصفه معناها محترمه ومدنيه وما فيها حتى شيء، هذا اللي رعنا هنشوفه من قبيله كر وفر، ما فماش علاش، هاو الناس واقفه ما عندها علاش باش تهرب، ما عندها ما عملت، ماهيش جريمه. المطالبة راهو بتغيير على رأس النادي الإفريقي مطالبة مشروعة وعندها مدة، لأنه نحن نخافوا وين ماشيين، فانا ثنية وناس هذيا قالت الفوستوبي اللي مراجي توا خايفة باش تزيد تتفاقم الأمور، فمش علاش راهو ردة فعل هذيا مقبلة راهو فيها بصفة غريبة معناها كما قلت لك من الأمن، وإن شاء الله تركح وإن شاء الله الناس تفهم روحها معناها تمشي. الجمهور يعني يطالبوا يعني بطريقة يعني سلمية وسلمية جدا، علاش يعني من الغاز هذا المصيل للدموع، علاش اليوم الاشتباكيه؟ هذا هو الشيء الغريب، انا صارت معناتها تحركات من اكثر من هكا ما ريناش رده فعل بالطريقه، شو احوالك بالطريقه هذه، فهمت؟ هذا الشيء الغريب نستغربوا له معناها، فهمتني؟ راهو انه باش نطالبوا بتغيير على راس النادي الافريقي حمايه ليه، لانه الثنيه اللي ماشيين لها الله اعلم وين تنجم تهز، فمش حاجه طلب بسيط معناها يتم، لو كان عمل جلسه عمر وشيء هذا الكل ما صارش، فهمتني؟ هذا اللي استغربني له، علاش بركو اللي دار فيه معناها المسيره اللي كانت من الاول سلميه وكانت معناها مطالب عاديه وناس هكا ترى معناها مازالوا حتى لهنا واقفين. قاعد يدوروا من الامام، هو تو يعرف روح لجمهور النادي الافريقي مش خصيص في الجمهوريه، نحن عندنا احباء بالملايين، غير هو تو قاعد يهرب الى الامام، يعني البارح انا عودت الخطاب نتاعو مرتين، الواحده الديكلاراسيون عملها في الموزايك، كلامه متناقض، مرة يحكي جلسة انتخابية تقييمية وبعد يحكي واحدة ترشنو انتخابية وبعد يقول لك أنا واحد داخل 100 مليون تصرف زمليارات، وريهونا شكون السيد هذا يدفع 100 مليون ولا زمليارات دفع على الكلوب. يا أخي ما احنا نحن لا ذكر النادي الأفريقي، جمهور النادي الأفريقي اللي فهمتي يدفع له 6 مليارات، لا فهمتي كذا يدخل فينا من قال الراجل معناتها من الباب يخرج فينا من الخوخ، خلينا معناتها معنا نحن جمهور أغبياء، مالناش أغبياء عاش خويا، فينا الطب وفينا المحامين وفما المثقفين وفما النخبوية وفما البطال والتلميذ وكل شيء، راهو جميع أطياف المجتمع موجودة في النادي الأفريقي راهو. فهمتي ماذا بينا خويا؟ استغل هنا نداء مادام انتم بالله نداء لهنا، سمعنا من قبيله فما عديد الايقافات لجماهير بريئه، لهنا نداء عن طريق القناه نتاعكم ان شاء الله يسيبوهم، لانه ناس راهي سخونه راهي حاسه على جمعيتها، راه والله يعلم بها، ناس راهي مرضت من الوضعيه وراهي خرجت بطريقه سلميه، فماش علاش نداء الى وزاره الداخليه ونشدد انه بربي الناس تروح لديارها، خلي تبات في ديارها فماش علاش، ونداء الى عبد السلام اليونسي ما تكونش انت تكر على الناس هذه اللي فيها الصغير، فيها الطالب، فيها التلميذ، وفيها الناس اللي تخدم، وفيها اللي الناس عندها عائلات، بربي افهم روحك وسيبنا وخلينا الناس اللي نمنعوا ايش نجموا نمنعوه، هذا هو الرساله، فيها اثنين ناس تروح لديارها ان شاء الله ولا يشوي ام على ولدها، اول حاجه هذيك الناس خلت تروح لدارها، والثانيه ان شاء الله الرساله تكون وصلت، اولا العبد سامي يوسي انه يفهم روحه يمشي على روحه، وثانيا للدولة يا حكومة شوف الصاير ورانا نحذروا من حاجات أكثر من هكا، تدخل ووقف هالكارثة هذه.
جينا عملنا مخويا فهمتني احتجاج سلمي، سي عبد السلام اليونسي هذايا فهمتني قعد لنا غصه ما حبش يخرج، خويا رانا عاملين احتجاج سلمي خويا وهذا كل من حقنا خويا باش نعملوا احتجاج سلمي، قاعدين الحاكم خويا يتلكش علينا والحكايه كلها ظاهره خويا اللي هذا مؤامره من فوق، سي عبد السلام اليونسي ماك عملت اللي حبيت عليه وامرت خويا برافو ليك والوديع الجاري وبرافو للحكومه اللي معاك. علاقه وديع الجاري بعبد السلام اليونسي الفيدراسيون مع عبد السلام اليونسي شنو العلاقه؟ الحكايه كلها ملعوبه، برا سمك باش نسالك سؤال، انت ملي جا وديع الجاري تتهلكت البطوله في تونس، لا عاد لا فما لا قول لا عاد فما حتى شيء، وديع الجاري اخوه قاعد يسمصر في الكلوب ويجيب في الجوالات والمدك نتاعنا عبد السلام اليونسي هكا خويا الحكايه كلها فهمتني مؤامره، وسيدي جا يخرج عبد السلام اليونسي من الكلوب راه سيدي جا باش يتحاسب ديريكت، وهذاك علاش قاعد مضغوط بالكلوب؟ باهي والكلوب راهي اقوى من عبد السلام اليونسي ما دامش فيها فرعون باش يدير فيها عبد السلام اليونسي، الافريقي هي الدوله برجالها راه الافريقي حتى ما عندهاش فهمتني عندها جمهورها هو اللي حماه. يعني اليوم اليونسي حامي روحه بالنادي الافريقي. اي خويا عبد السلام اليونسي حامي روحه بالنادي الافريقي خويا. كما قاعدين نشوفوا يعني سيارات الاسعاف تنقل يعني المصابين او المتاثرين يعني بالغاز. اقسم بالله العظيم قتلونا بالغاز الحاكم، قتلونا الحاكم برشا برشا غاز. علاش هذا كلش فما؟ لا فما لا ضرب، لا فما تكسير، لا فما حتى شيء، ما فما حتى شيء، الحاكم دز مغاديك ترشنا، علاه اخي نحن في الوراق باش تقول لي السيرماك، قلت له اخويا بالقال، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وشنو طلباتكم الاخرى انتم اليوم؟ وعبد السلام علاش؟ اليوم برشا يقولوا ما حبش يفهم قدره، علاش مكبش يعني بالطريقه هذه؟ علاش يكره في جمهور الافريقي اكثر ليه؟ علاش؟ الحكايه ظاهره الحكايه كلها خويا تبييض اموال زي عبد السلام اليونسي قاعد يبيض في الاموال انت ما عندكش مازلت ما اهلتش الجوالات اللي جبتهم مازلت ما اهلتش الجوالات اللي جبتهم مازلت تشري في جوج جوالات اخرين جايب زوج جوالات مخليهم في الروتين نتاع الزهر انت حتى انت صبر خليفه ما رجعتوش تجيب في جوالات اخرين تدارو ما يحكمش فيها باش يحكم في الافريقي هو عبد السلام اليونسي برشا ظلم يا خويا برشا يا عبد السلام اليونسي بجاه ربي بجاه ربي براس اللي خلقك هذا كيف افهم روحك يا سام يرخص من ربطة المعدنوس راك يا معلم افهم روحك بجاه ربي عدي هذا افهم روحك يخرج يدك رهناك مع يدك تجيبش 200 مليار وتقول له هاي رانا كرهناك من الاخر كرهناك كرهناك حاجه ما عندها عقلانيه معاه فما واحد سالوا البنك 10 مليون يقوم يشري 6 كراب ما فماش كاين تفهم فيها السيد عبد السلام اليونس اللي فيفا تسالوا هو قد سنه في الجواريت قد الجواريت قد الجواريت يورد فينا ماشي يورد فينا اللاعبين الجزائريين ماشي يورد فينا شكون يخلصهم شكون يخلص زعما عبد السلام وديع الجاري متستر عليه متستر عليه بلا هذاك هذاك اقوال يقولها يخرج يقول فهمتني ما عنديش برشا مش انا اللي عملت برشا خطايا تحب نسمي لك السيسبوان في عهد شكون الكاميرونيين في عهد شكون 38 فندي بوان مهدين بها ولا 32 بوان في عهد شكون؟ انت الخطايا كلها عملتها انت قال له سليم الريحي قال له ترى شكون؟ مروح من الخدمه انا توا نخدم في ديز ديسمبر نخدم في اجونس موبيليير شوف باش نبدا متفاهمين خويا بالنسبه لنا احنا راه ما عملناش ثوره في تونس على الظلم اللي ريته اليوم انا مكشخ راه نحكي معاك مانيش كليبيست اما على الظلم اللي ريته اليوم ما عملناش ثوره في تونس بالرسمي راه ما عملناش ثوره شو معناها تدخل المونوبري تفك التليفونات تاع العباد تشوفوا شنو صور شنو ما صورش شو معناها بنا حق بنا صفه ونحكي لها وماكش باش تعديها هذه راه فما ناس فك التليفون فما ناس داخله المونبري تقضي ساكن مشت هكاك علاش؟ علاش هذه؟ فهمتني ولا علاش خويا؟ مش معقول الشيء هذا مش معقول ما عملناش ثوره نحن فهمتني ولا وانا مكشخ راني مانيش كليبيس فهمتني ولا اكثر من هكا مازال خويا اكثر من هكا فما ناس ظلمت في المونبري ومشات هكاك حرام في حرام